صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنشرح النهاردة الجزء الثاني من محاضرة الكانسر سيرفيكس، وهو جزء الانفيزيف كانسر. زي ما احنا ماشيين بإذن الله هنقول برضه على الحاجات المهمة كـ MCQ والحاجات اللي الدكتور محمد عبد السلام بيضيفها في الكلام بتاعه، وإن شاء الله احنا ماشيين كده واحدة واحدة بإذن الله. ونبدأ إن شاء الله، نبدأ زي ما احنا ماشيين من الديفينيشن انسيدنس ريسك فاكتور، وبعد كده الباثولوجي، وبعد كده بقية الحاجات إن شاء الله. نبدأ أول حاجة الديفينيشن، هو اسمه إيه؟ انفيزيف. يبقى انفيزيف يبقى المالجنانت تشينج اللي بتحصل في السيرفكس انفيجن للبيزمنت ميمبرين. هناك كان مزود انفيجن للبيزمنت ميمبرين. الانسيدنس هنا هو اصبح السكند كومون تايب اوف فيميل جينيتال مالجنانسي. الاول كانسر اندوميتري، ودي مهمة طبعا في الام سي كيو. يبقى السكند كانسر سيرفكس، الفيرست او الموست كومون كانسر اندوميتري. خش بعد كده ريسك فاكتور. الريسك فاكتور هنا زي الريسك فاكتور في البري انفيزيف، ولكن هنا اكتر متفصل علشان في حاجات فيه مهمة. اتش 4S وبري كانسر ليشن. نخلص من بري كانسر الاول اللي احنا قلنا ايه البري انفيزيف، اللي هو الايه الكرونيك سيرفاسايتس والبري انفيزيف كانسر. الاتش طبعا مالجنسي، يبقى هتبقى من 40 ل 50 years old. الاربعة اس بقى سموكينج، سيكشوال اكتيف اللي هي السكس، مالتيبل بارتنرز ومالتي بارا. الاسميجما هنا الانهيلسي سيكريشن بتاع الان سيركمسيشن ميل. يبقى الاسميجما الانهيلسي سيكريشن بتاع الان سيركمسيشن ميل. يبقى اس سموكينج، اس سميجما، سيكشوال اكتيف اللي هي مالتيبل بارتنر والمالتي بارا ميل، السيكشوال ترانسميتد فيرال ديزيز، وخاصة الهيومن بابيلوما فيروس ذا موست كومن فيروس كوز مالجنانسي في السيرفكس، الهيومن بابيلوما فيروس. يبقى مهم الهيومن بابيلوما فيروس. يبقى كده خلصنا الديفينيشن، انفيجن للبيزمنت ميمبرين، الانسيدنس السكند كومون تايب، الفيرست كانسر اندوميتريوم، الريسك الاتش اكتر من 40 ل 50 سنه، 4S اهمهم اللي هو بابيلوما فيروس، سميجما، سيكشوال اكتيف، والسموك. البري كانسر ليشن الكرونيك سيرفاسايتس والبري انفيزيف كانسر. بعد كده هنخش في الباثولوجي. الباثولوجي هنا زي ما احنا ماشيين بينقسم لجزء ماكروسكوبيك بيتشاف بالعين وجزء مايكروسكوبيك. هنبدأ اول حاجة في الجزء الماكروسكوبيك اللي احنا بنشوفه بالعين. اول حاجة هنشوف اللي هو الجزء اللي بره والجزء اللي جوه. الجزء اللي بره اللي هو كانسر بورتيو فاجيناليز، اللي هو الجزء اللي احنا بنشوفه من الفاجينا اللي هو الاكتو سيرفكس، وده بيمثل الجزء الكبير من الكانسر اللي هو من 80 ل 90%. هو الموست كومون البورتيو فاجيناليز اللي هو الاكتو سيرفكس. في الجزء اللي جوه اسمه الاندو سيرفكس 10 ل 20% اللي هو بيبقى الكولامنر ابيسيليوم. نبدا في اول حاجه ايه الجزء اللي هو ايه الاكتو سيرفكس اللي هو بيمثل 80 ل 90%. مهم اول حاجه هما ثلاث انواع، جزء هايبرتروفيك تايب، اكزوفيتيك تايب. يبقى جزء هايبرتروفيك تايب اللي هو الاكزوفيتيك بيبقى فريبل فانجيتنج نيكروتيك ماس، جزء الالسراتيف تايب اللي هو الاندوفيتيك لتحت
malignancy بتبقى malignant ulcer with raised inverted edge unhealthy margin. احنا هنصلي اهو وهنمشي. ulcerative type. يا ماما الصوت يا ماما. الهولندوفيتك malignant ulcer بتبقى raised inverted edge unhealthy margin infected necrotic floor and fixed induritic base. المفروض نبقى حافظنا طبعا. يبقى raised inverted edge unhealthy margin infected necrotic floor and fixed induritic base. تالت نوع بيبقى infiltrative type. بيبقى داخل اللي جوه هيبقى nodular induritic nodule. الجزء الثاني اللي هو الاندوسيرفكس بيبقى 10-20% وده بيبقى من الكولومنر ابيثيليال اللي جوه وبيبقى شكله سفيريكال جروس مالي السيرفكس ومخليه عامل زي البارالل شيبت. يبقى سفيريكال جروس وعامل السيرفكس بارالل شيبت تمام. يبقى ده جزء الماكروسكوبيك. نخش في جزء المايكروسكوبيك. الجزء المايكروسكوبيك بيتقسم ل 95% الموست كومن سكويموس سيل كارسينوما و 5% ادينو كارسينوما. يبقى الموست كومن في الانفيزيف كانسر سيرفيكس هو السكويموس سيل كارسينوما 5% ادينو كارسينوما. بعد كده هنخش في الجريدنج. الجريدنج مهمه جدا. اسماء الجريدنج وكل جريد بتدل على ايه. هنبدا في اول حاجه البوردرز كلاسيفيكيشن. البوردرز كلاسيفيكيشن ديبوند اون يبقى برسنتيج اوف اندفرينشيتد سيل برسنتيج بوردرز برسنتيج اندفرنشيتد سيل جريد 1 من 0-25 اندفرنشيتد سيل يعني يعتبر ربع. وبعد كده جريد 2 من 25-50 اندفرنشيتد سيل. جريد 3 من 50-75 اندفرنشيتد سيل. وجريد 4 من 75% undifferentiated cell. يبقى ال worst prognosis اللي هو جريد 4 وال best prognosis جريد 1. نخش في النوع التاني من التقسيمة بتاع جريد اسمها مارتز لوف classification. دي depend on shape بتاع السيل. وهنا دي مهمة جدا جدا جدا. هما ثلاث انواع. spinal shaped cell spinal least يبقى spinal least malignancy resemble the adult cell يعني بتغير في الادلت cell شوية. transitional cell ودي intermediate malignancy. وبعد كده most malignancy وال worst prognosis اسمها سبندل سيل. احنا عارفين ان المالجنانسي بيبقى فيه سبندل سيل. يبقى السبندل سيل هنا ال worst prognosis وهي بيحصل فيها ريسومبل للساركوما. يبقى المارتس لوف depend on shape of cell. ثلاث انواع سباينال وسبندل. السباينال الليست مالجنانسي ترانزيشنال في النص والسبندل الموست مالجنانسي. ثالث كلاسيفيكيشن اسمها وينتز اند لويس. دي ديبوند اون الريسبونس بتاع الراديو سيرامي. هنعرف حاجه في الوينتز ولويس ان الكيراتينايزد موست مالجنانسي كيراتينايزد مالجنانسي الكيراتينايزد مالجنانسي. كيراتينايزيشن means مالجنانسي.
هما تلات حاجات برضو، اللارج سيل نون كيراتينايزد يبقى دي البيست بروجنوزس، الكيراتينايزد سيل انترميديت، السمول والكيراتينايزد الاتنين سمول وكيراتينايزد دي الورست بروجنوزس. يبقى المهم في دول ان السمول ورست، وكده كده الكيراتينايزد مالجنانسي. بعد كده نخش في الميثود اوف سبريد، لا اما دايركت لا اما لمفاتيك لا اما بلاد سبريد 2 بي و2 ال لا اما الدايركت امبلانتيشن في الفاجينا. يبقى دايركت سبريد، لمفاتيك سبريد، بلاد سبريد 2 ال و2 بي ودايركت امبلانتيشن في الفاجينا. نخش على الستيج according to الفيجو classification. احنا قلنا الستيجينج according to فيجو. الفيجو مهمة جدا في العملي، وبرضو الدكتور محمد عبد السلام اقول لكم على كم نقطة بيحب يجيبها فيها كام سي كيو. اول حاجة الستيج زيرو اللي هو البري انفيزيف كانسر، اللي هو ما عداش البيزمنت من بري. بعد كده ستيج 1 وستيج 2 وستيج 3 وستيج 4. ستيج 4 دي الديست ميتاست، ستيج 4 ايه اكستنشن للبرادر والريكت، ستيج 4 بي الديستنت للاكسترا بيلفيك ميتاستيزيس. يبقى ستيج 0 نخلص منها الاول بري انفيزيف كانسر، ستيج 4 دي الديستان، ستيج 4 A اكستنشن للبلادر اور الريكتم، وستيج 4 B ديستانت اكسترا بيلفيك ميتاستيزيس. يبقى ستيج 0 بري انفيزيف كانسر، ستيج 4 A للبلادر اور الريكتم، 4 B لي في الاكسترا بلفي ميتاستيز. نيجي بقى لل 1 و 2 و 3. ستيج 1 مالجنانسي كونفايند تو سيرفيكس والبادي اوف يوترس. يبقى السيرفكس وزائد او ناقص البادي اوف يوترس. ستيج 1 A مايكرو انفيزيف كانسر، 1A1 مينيمال مايكروسكوبيك سترومال انفيجن بتبقى اقل من 3 مللي، 1A2 ميجرد مايكروسكوبيك سترومال انفيجن بتبقى من 3 ل 5 مللي اللي هي 4 مللي، 1B بتبقى الماكرو انفيجن. يبقى 1 للسيرفكس وزائد او ناقص البادي اوف يوترس، 1A بتبقى المايكرو انفيزيف، لا اما مينيمال مايكروسكوبيك لا اما ميجرد مايكروسكوبيك اللي هي ال 1A ال 1A1 وال 1A2 اقل من 3 مللي ومن 3 ل 5 مللي. الميجرد بتبقى الماكرو انفيجن. 2 و3 بقى الاثنين ايه بتروح للفاجينا بس ما بتاخدش اللور تلت اوف فاجينا، 3 ايه بتروح للفاجينا وبتوصل لللور سيرد بتاع الفاجينا، 2 بي بتروح للبارامتريم بس ما بتوصلش لللاترال بيلفيك وول، 3 بي بتروح للبارامتريم وبتوصل لللاترال بيلفيك وول فتروح للرينال وتعمل رينال فيلر، هتعمل هيدرونيفروزس نون فانكشنال كيدني.
يبقى التلاتة بي هي اللي بتروح للاترال بيلفيك وول، التلاتة ايه هي اللي بتروح للور تلت بتاع الفاشينا. تمام، يبقى كده الفيجو كلاسيفيكيشن ان شاء الله بقت بسيطة كده بإذن الله. الكومبليكيشن بقى زي السكيم، سكيم في أول الكانسر خالص، أو مهم جدا في MCQ بقى، most common cause of this is uremia due to urethric obstruction by tumor growth اللي هي فيجو ستيج كام؟ ستيج 3B. يبقى ال most common cause of this is uremia عن طريق obstruction اليوريتريك by tumor growth. سيمتوم صاير، هنبدأ أول حاجة إن شاء الله بالسيمتوم. mainly أو most common accidental، أهم حاجة مهمة جدا asymptomatic، early case asymptomatic. وبنعرفها إزاي؟ accidental، دي الدكتور محمد عبد السلام دفوها كده في الكلام، بيبقى commonest accidental. late bleeding discharge pain، أول حاجة البليدنج، الكونتاكت بليدنج دي الايرليست سيمتوم، يبقى الايرليست سيمتوم يعني اول حاجه بتجيلنا بيها هي الكونتاكت بليدنج، وبعد كده في ميتوراجيا وكونتينوس بليدنج، الديستشارج يا اما سلايتلي فهيبقى ووتري سيروساجنس، يا اما هيبقى اوفنسيف او هيبقى ميوكويد او ميوكوبيرولنت. البين في كذا نوع من تايب اوف بين، هنقف بس ثواني عشان اداه. بين عادي سوبرا بيوبيك وديب سيتد بيلفيك بين، ولو باك بين. الرينال كوليك، هنا الرينال كوليك جاي عن طريق اليوريتريك اوبستراكشن من الجروس بتاع التيوبر. السياتيكا بين على البوستيريور اسبيكت بتاع الساي، ان هو عمل انفولفمنت للسياتيك نير. الجلوتير ريجون عمل انفنتريشن للاوبتيوريتور نير. البون ميتاستيزيس خلاص عمل الونج البون. في ملحوظه مهمه جدا هنا، ان البين بتاع السياتيك نير والاوبتيوريتور نير هيبقى شوتنج ان نيتشر، عامل زي الكهرباء. بعد كده نخش في الساين، جنرال اكزامينشن ولوكال اكزامينشن. الجنرال اكزامينشن هنا مش هنشوف حاجه غير شويه الحاجات اللي بتبقى تبع التيومر زي الكاشيكس والانيميا واليوريميا، او هنشوف ساين اوف سبريد ان هو راح لمكان تاني، فهنشوف المكان اللي هو راح له. ابدومينال اكزامينشن هنشوف الكدني عشان نشوف الهايبر نيفروتيك تشينجز اللي احنا قلنا عليها كانت في جريد كام؟ كانت في جريد 3B. تمام، مهم جدا الكلاسيفيكيشن عشان هنحتاجها برضه في العلاج، دي مهمة جدا جدا جدا، ومهمة كريتين برضه وام سي كيو وعملية مهمة في كل حاجة. بعد كده هنخش على ايه؟ على اللوكال اكزامينيشن، البي في عشان نشوف في فورين بادي ولا لا. البي في ثلاث حاجات، لاما السيرفكس هيبقى فيه فريابيليتي فيكسيشن، لاما هيبقى فيه انديوريشن، لاما هيبقى فيه بليدنج ان تاتش السيرفكس. يبقى البي في تشوف ثلاث حاجات، شوف السيرفكس فريابيليتي فيكسيشن عشان التيومر، لاما السيرفكس هيبقى فيه انديوريشن مقلوب، لاما وهنشوف كمان البليدنج اما نلمس السيرفكس. بعد كده الباي مانوال اكزامينيشن، الباي مانوال هنشوف فيه انلارجد لليوترس
عشان في بايومتري، وهنشوف لو في اي اسوسيشن معاه في الاوفريز ولا لا، وهنشوف الانديوريشن في البارامتري. يعني اكنك ماشي ونزلت كملت نزول وبعد كده طلعت تاني. يبقى الباي مانوال هنشوف انلارج اليوترس، وهنشوف في اي اسوسيشن معاه في الاوفريز ولا لا، وهنشوف في الانديوريشن بتاع البارامتري. في كذا ملحوظه بقى موجودين في الكتاب طبعا مهمين جدا. الانديوريشن بتاع البارامتري بيتشاف بالبي في فينجرز، فين؟ في اللاترال فورنكس. يبقى الانديوريشن بتاع البارامتري هنشوفه بالبي في فينجرز في اللاترال فورنكس. بسبب ايه بقى؟ بسبب اكستنشن للسيرفكس، ان السيرفكس اتملى عن طريق الماليجنانسي او بارامترايتس. اما نعوز نفرق ما بين ده بسبب ماليجنانسي او بسبب البارامترايتس، هن ايه؟ ندي انتيبيوتيك ونريبيت الاكزامينيشن. لو الانديوريشن اختفى يبقى ده عن طريق انفكشن اللي هو البارامترايتس، لو ما اختفاش يبقى ده نشك اكتر في مالينانسي. This point is important for clinical staging of cancer cervix to avoid overstaging of cancer carcinoma. بعد كده تالت حاجة هنخش في نعمل ايه؟ سبيكولم examination by coscospiculum عشان نشوف لو في كوليفلاور ماس، او نشوف الالسر، او نشوف النوديول. بعد كده هنعمل ساوندينج. ساوندينج هنا نوت سبيسيفيك، نعمل ساوندينج للسيرفايكال كانال. الساوندينج نوت سبيسيفيك في حاله الانو سيرفكس الكانسر هيبقى نورمال عشان الموضوع كله جوه، ولكن لو هو رايح على يوتراين، لو عملنا يوتراين ساوند للسيرفايكال كانال هنشوف الهيفي بليدنج عشان هنعمل دامج للفريابل مالجنانت تيشو في السيرفايكال كانال، اسمها كلارك ساين. يبقى ساوند نوت سبيسيفيك في حاله الاندو سيرفكس، السيرفكس هيبقى نورمال، ولكن ممكن نعمل هيفي بليدنج، احنا نعمل دامج للماليجنانت تيشو في السيرفايكال كانال. البي ار ماست بي دان ان اول كيسز اوف انفيزيف كانسر تو ايفالويت الاكستنشن. يبقى هنعمل بي ار عشان نشوف هو راح فين، راح للبارامتريم ولا راح لليوريترو ساكرال ليجامنت ولا راح للريكتم. يبقى البي ار اكزامينيشن اللي هو البي ريكتال اكزامينيشن عشان نشوف هو راح اكستند لانهي مكان. الساينز اللي احنا قلناها دول كلهم والانفستيجيشن مهمين عشان نعمل ستيجنج للكانسر سيرفكس. في الكتاب موجودة ان على الالسراتيف تايب ان المالجنم بتاع الالسر بتبقى raised inverted edge cervical erosion بيبقى bright red in color والedge not distinction او not distinct في البالبيشن و no induration variability. لازم ناخد بروسي عشان دي مشكوك فيه. تي بي الالسر بيبقى undetermined edge. السيفلس ألسر بيبقى بانشد أوت إيج. بالهيريزيان ألسر بيبقى ديرتي فلور والسيربيجنس إيج. وبنشوف بالهيريزيال أوفا. التروماتيك ألسر بيبقى زي الانفكتد ألسر. ديكيوبيتس جينيتال برولابس كارسينويد والهيربيتيك ألسر. شويه حاجات ديفرنشال دوزس مش مهمين قوي. يعني الكوليفلاور تايب
الحاجات اللي زي ميوكس بوليب والريتيند برودكت من الكونسبشن والبلهارزيز بوليب والانفكتد فايبرويد بوليب. المهم جدا بقى جزء البارل شيبد كانسر. البارل شيبد هم اربع حاجات: سيرفايكال ابورشن، سيرفايكال فايبرويد، سيرفايكال اكتوبيك بريجنانسي، وكرونيك هايبرتروفيك سيرفيسايتس. بعد كده نخش في الانفستيجيشن. اول حاجه في الانفستيجيشن ايرلي سكرين سيتولوجي، نعمل كولبوسكوب وبايوبسي زي ما قلنا. الماس نعمل لها الترا ساوند وسي تي وام ار اي ونشوف لو في سبريد او مفيش. وبعد كده البري اوبراتيف بريبريشن، نجهزها بقى عشان نشوف لو ليها عمليه او ملهاش عمليه، زي نعمل سي بي سي، بلاد شوجر، كيدني فانكشن تيست، ليفر فانكشن، وال اي سي جي. بعد كده بقى نخش ان شاء الله في جزء التريتمنت. زي ما قلنا ان جزء التريتمنت معتمد اعتماد كلي على الفيجو كلاسيفيكيشن اللي احنا قلناها. تريتمنت بروفلاكسيس او اكتيف تريتمنت. البروفلاكسيس ايرلي سكرين للاول مارد فيميل دم من كل سنه لثلاث سنين، ونعالج الكرونيك سيرفاسايتس والفيرال انفكشن للسيرفكس، ونعالج البري انفيزيف كانسر. ده كبروفلاكسيس. نخش على الاكتيف تريتمنت. الاكتيف هو مالجنس، يبقى اول حاجه كوريكت الجنرال كونديشن زي الانيميا. سبيسيفيك تريتمنت لل كانسر ذات نفسه بقى according to stage. stage 1 و 2 هنستعمل لهم راديو سيرابي، مع الستيج 3 هنستعمل لها راديو سيرابي برضه، والستيج 4 4A هنعمل بيلفيك اكسنتريشن، يعني نشيل الكانسر ونشيل شوية حاجات معاه. والديستنت بقى هيبقى باليتيف سيرابي اللي هو بين كيلر. ستيج 1 و 2 بجانب الراديو سيرابي ممكن نعمل سيرجي، راديكال هيستيريكتومي، او كومبايند راديو اند سيرجي. الستيج 1 و 2 الراديو سيرابي ده طبعا هنعمل راديشن على اليوترس والسيرفكس واللاترال فرينكس بتاع الفاجينا، ده اسمه الانترنال راديشن. الاكسترنال راديشن هنستعمل له كوبالت 60. مميزات الراديو سيرابي ان هو ايزي تو ابلاي، لس ديسابيلتي، ما بيعملش ديسابيلتي او بيعمل بس مش قوي، وكان بيوزد هو ان بيشنت جنرال كونديشن نوت ستاند فور سيرجري، وهو ممكن نعمله للاول ستيجز، وهو فيري لو مورتاليتي. في كومبليكيشن من الراديو سيرابي طبعا، الماينور كومبليكيشن هيعمل راديشن سيكنس اللي هو الماليز والانوروكسيا والنوزيا، والفيلسكين هيعمل ارسيما وبر. الميجور كومبليكيشن ناتج عن الانفكشن اللي عملها الايتس سندروم، في اليورينري تراكت هيعمل هيماتوريا وفيستيول، في الجي اي تي هيعمل جاسترو انترايتس وديارية وفيستيول. ده الستيج 1 و 2. السيرجري بقى اسمها ويرزيمز اوبريشن اللي هو الابدومينال راديكال هيستيركتومي وز ريموف اوف بان هيستيركتومي. هنشيل بقى ايه شويه حاجات مع بعض كده. بان هيستيركتومي هنعمل بان هيستيركتومي، وهنعمل بارامتريا، هنشيل بان هيستيركتومي، هنشيل باراميتريم والابر تيلت اوف فاجينا على الاقل 1 انش تحت الاكستنشن بتاع الجروس بتاع تيومر، ونشوف بيلفيك لينف نود. الويرزمز اوبريشن دي انديكيشن فور كانسر سيرفكس ستيج 1 و 2. ستيج 3 راديو سيرابي. ستيج 4 زي ما قلنا، لما هنعمل بلفيك اكسنتريشن عن طريق الالترا راديكال هيستيركتومي. انتيريور اكسنتريشن هنبص على الحاجات اللي قدام،
يبقى راديكال هيستروكتومي ونشيل البلادر ريموفر بلادر ترانسبلانتيشن لليوريترز في الكولون. يبقى الانتيريور هنشيل البلادر ونعمل ترانسبلانتيشن لليوريترز في الكولون. البوستيريور هنشيل الريكتم ونعمل كولوستومي مع راديكال هيستروكتومي. التوتال بقى انتيريور وبوستيريور. البالياتيف تريتمنت بين كيلر ميثود كده. يبقى خلصنا التريتمنت بتاع الانفيزيف كانسر اللي هو ستيج 1 و2 راديو ثيرابي او العمليه اللي احنا قلنا عليها ستيج 3 راديو ثيرابي. ستيج 4 بتتقسم لجزئين 4A بلفيك سنتريشن للانتيريور. لا في جزء انتيريور في جزء بوستيريور. لو انتيريور نشيل انتيريور ونشيل برادر ونعمل ترانسبلانتيشن لليوريتر في الكولون. البوستيريور هنعمل كولوستومي ونشيل الريكتم او توتال نعمل اتنين كده. الحمد لله خلصنا جزء الكانسر سيرفيكس. انجوي وان شاء الله زي ما اتفقنا اسألوا على الفيديو اللي فيه الصور بتاعت العملي والحاجات المهمة ان شاء الله في الـ MCQ في الريتم بإذن الله في الموضوع. Thank you.